خارج نيويورك تايمز ايضا تتحدث في هذا الموضوع. الصحافة الامريكية مهتمة جدا بهذا التغيير في المملكة العربية السعودية، والحديث عن تغيير جديد وولي عهد جديد في نيويورك تايمز. بيتكلموا على قيام الملك سلمان في المملكة العربية السعودية بمبايعة ابنه محمد بن سلمان اللي عمره 31 عام ليكون هو الوريث المقبل على العرش، وده يعزز ما وصفته نيويورك تايمز بأنه قدرته كزعيم شاب ناشط في الوقت اللي بتعاني فيه المملكة من انخفاض أسعار النفط، وأيضا مما أسمته نيويورك تايمز التنافس مع إيران والصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. نيويورك تايمز بتقول أنه إعادة، وصفت أن ده إعادة تنظيم الملكي، وبيقولوا أنه إعادة هذا التنظيم الملكي بيؤدي إلى ما أسموه بإنهاء مهنة أو مهمة الأمير محمد بن نايف اللي شغل منصب وزير الداخلية، وبيقولوا أنه حظى طبعا باحترام واسع من قبل السعوديين وحلفائهم الأجانب لتفكيك تحديدا شبكات القاعدة داخل المملكة العربية السعودية في وقت محدد. أيضا الحديث عن أنه دفع أو الدفع بالأمير محمد بن سلمان، وما وصفوه بأنه هذا الدفع السريع أو الصعود عفوا السريع للأمير محمد بن سلمان خلى عديد من المراقبين داخل السعودية كانوا لديهم شكوك في أنه والده يريد أن يجعل منه الملك المقبل مع صعوده السريع في السنوات القليلة الماضية. أيضا نيويورك تايمز تتحدث عن الأمير محمد بن سلمان وركزت واهتمت بتغطية وسائل الإعلام السعودية، وبتقول أن وسائل الإعلام السعودية وصفت تحديدا الخطوة دي بأنه تغيير وزاري منظم، وقالت أن 31 من 34 عضو في مجلس من كبار الأمراء وافقوا بالفعل على تعيينه، وتم بث لقطات اهتمت بها نيويورك تايمز جدا من إعلان الولاء من جانب محمد بن نايف الأمير محمد بن نايف لخليفته محمد بن سلمان ولي العهد الجديد.